أعلن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي استكمال توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب بعد ورود المبالغ من وزارة المالية وتوزيعها على المحافظات حسب التسويق. وقال الجميلي إن ملاكة وزارة التجارة استكملت توزيع الصكوك المالية الخاصة بمستحقات الفلاحين بعد إجراء التدقيقات المالية والقانونية المطلوبة لتحديد تلك المستحقات، مضيفا أن وزارة التجارة حولت المبالغ إلى مصرف الرافدين بهدف تسليم المبالغ بسرعة من خلاله.